السلام عليكم المشاهدين، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ نتمنىكم ديما تكونوا بخير وعلى خير في احسن الاحوال ان شاء الله يا ربي. اليوم احنا غادي تاني راجعين للدره، غادي نمشي نحسكم الدره نحصدوها. تسني لنا نعيمه السلام في الشقه واحنا غاديين. يلا نعيمه التحيه. السلام عليكم المشاهدين، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ ايوا احنا غادي دابا نكمل الدره، شتي غادي بالماء وغادي ادري منازل ومنازل مغطي على الشمس، غادي نمشي نلقى الدره اللي باقا اللي كنا كنقلب. ولبس الكوش والخدمه اللي كنا لابسين في الفيديو اللي قبل. ايوا تابعوا راه كلشي على الترازات الشابو كاين الحراره كاين عندهم الكاسكيط ولا كيضرب لهم اللي من هنا كاينه الشمس كانت الترازه قدامي وانا ناقد دابا باش نمشيو على الكرويله العربه يجروها حمار العربه هذه هي النقل هذه وسائل النقل ديال الناس ديال الباديه المشاهدين يلا انتم طلعوا في الكرويله يلا دوك عليا حره طلعي بسم الله يا سيدي هذاك اللي مناجر نهربوا على الكاميرا يلا سير عندنا هيتم هيتم غادي شكون هذا هيتم 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 يا بسم الله دخل الكاميرا تنطلع طالعي اه يا ربي يا مالك تشال وسطك كلشي من الشيفر مش مسبره عاد شوية كيس على هاد البغا المسكين عاد شوية هاتوا المشاهدين خدكم الدب عليا تحية للناس اللي كيخلي لي في الكومنتارات ركبت العربة جارها حمار باقي ركبت سندو والله دابا راه كاين واحد الحرارة ما نقولش ليكم ولكن في خاطر المشاهدين تحت الطلب ديال المشاهدين مرحبا بهم اللي كيكتبوا لي الكومنتارات ديالهم الزوينة شكرا شكرا كنقول لكم بزاف شكرا ومرحبا بكم عاد خدكم الدب عليا راه الظرف البعيدة اللي حصدنا داك النهار راه نقلنا منها البارح وباقي منها مشاو الدراري مساكن فاقوا بكره راه من 8 الصباح وما كينقلوا دابا راه وقيلا شي 12 ولا 12 ونص والله ما عرفت دابا فايت 11 ونص غتكون دابا هاد دابا قالت لك وصلنا النهار كامل حنا راكبين في العربه او الكارويله وندورو وندورو قالت لك بكره علاش ما نمشيوش نحسو حنا الضو ما نضربوش دابا راكبين وندورو يا واد لبغى المشكل الله يسمح لينا منه ايوا طالب المشاهدين هو هذا ما علينا والو اهل العراق والمشاهدين تحيه لهم كبيره كبيره بزاف بزاف والمغاربه داخل الوطن خارج الوطن اخواتنا العراقيين الجزائريين كلشي فلسطين حنا قلبنا معاهم السعوديين كلشي الدول العربيه بصفه عامه حتى اللي ما جبدتوش يسمح لي حنا قربنا دابا واش فوق سيري شويه لا راه ما حبش الطرق هذه حنا لا 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 العربي ولا تولي لي حنا هنا راه اللحمه كنتي تخفي قدام لي حره نزلات خلعات من بكيت كتجري هاتوا المشاهدين راه خلعوني وانا نهبط خفت راسي انا نعود نكون نقول لكم هاتوا المشاهدين نقول لكم روح المشاهدين شوف نطلعوا بديك العقبه مسكين البغل حشومه عليك بربي لا ما نزلوا على داك البغل عاد تفوتوا هاد الطلعه انا بقى فيا البغل الصراحه ماشي خفت غير قلت لهم هكاك بقى فيا البغل مسكين بغيت نتعاون معاه انا بقى
قضى العربه قلت لي لا حنا سالينا شو شو الكبال بقى مشتت ما جيناش معاكم درتو ما بغيتو الكبال طاح في الارض انتم المشاهدين الكبال كاع ساسو في الارض داو غير نقش به الخاوي غير هذاك الشجر ديال الدرخاوي هاوين على الدراري ها انت اكو صغير الدراري الصغار جمعوا هاد العربود لقام شتتها العربد ها ما فن غادينا شتوم فكاين الشعه تاع الشمس ما كيبانش ليا مزيان معلومه كنصورش ليا من مزيان تعديش مع التصوار يلا بالك سخفتوني يا هي يا كبار عجباتكم بالركبه نزلوا 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 اللي بغا نسكنوا هبطوا هزوا الدرا يا وبديش الخدمه أيوه. هذه خاطر المشاهدين نعزين الله يكون مع الناس ديال البادية مساكن حال سخون يوم جا الحال سخون جات الحرارة كيكونوا محنين جات الشتاء محنين جا البرد شات الله معاهم مصافي جاتي غير جرب لا غير الزيار فرحة ما جات تبارك الله عندك هلية حرة أختها في البادية لا خاوية تبارك الله عليكم ضربش سمارة عاد شوية قبل شوية غير نزرع في الأرض هذا راه تحت الأرض نبغى نغيز لا تهز هذا ولا نهز هذا بغا ياكلو بغا ياكلو ما نحلش ليه لا لا داري رجع من الحجة هذه نجاب شارجو في الكاروسو هو كياكل ضربش تمارة اليوم ماشي تمارة تبارك الله لك خالتي تتي كتوش حنا مجندين ايوا شوف ان شاء الله كاري كيف ما داير اش تبارك الله نورا لكم طالعه في الكرويده فاش عمرها حيت كطالعه مولا الكاميرا حركات الشمس قالت لك جات الحراره مشات ضربت دخل الزنسالي وعاد جات المشاهده قالت غاجي الفيديو طويل وحركات الشمس المره الجايه ان شاء الله غادي نطلع انا الفوق وغادي نبدلو ليا وغنوريكم كيفاش الكروسه او العربه كيعمروا في هذاك القبال الطرح ها انتم تبارك الله ودابا حنا غنمشيو الله معانا يلا سير يلا العربه جر 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 العربه الا كيف تقولي لي غادي تطلع كنقاتل بكل شيء ها صور صور هاد كان دوك الحصاري شويه صعاب الله يكون معاه ها سي الجار القبال فن هنا شبعان وجار مثلا الصيد ها الدراري ما كيحضوش انا عينه دخلوا كلاوه ولا شنو؟ ابي داك الدراري حصدنا البارح
كل طلقوا فيها الغنم من البقر وطلقوا فيها البقر وكلشي كانوها. ها شو جا لك مثلا حكيت على عربك عرفتي من عشان جاني جاوبت هنا عطا لك من الشيء كله بعد ما عرفت لك انا دراري ما عارفين والو ما تكون على المدرسه ولا لا ها تعرفي تشرب الماء بارد قالك شي يوصل قالك حتى يوصل عاد يشرب هاك تسكن نحا نضغل ايوا بقاو معنا المشاهدين حتى الاخر بقاو معاك حتى الدبت عليا دابا انا طاحت من الكاروسه غادي نرجع انا فهاد راه خلات قباله كبيره تبارك الله وخلات تضيع دوكا هي تسني اختك وانا عيمه وانا طايحه نرجع خلي حيدتي ما تشبيلش زيد هادو فوق التشبيل ديالهم انا حيدتهم طايحين من فوق لا هاك سنين دابا نعاوني داك الكاميرا وكتشقى في الدار ديالها دابا الكاميرا اللي بات دابا كنشقاو وكتشقى باقي ما قابلينش شي حاجه غير لهم الدرون اللي غير فوق الحال العاش باركم باقي غير فوق غرفوليهم غير فوق الحال غرفوليهم هاي تبريد ان شاء الله يعاون ما تبارك الله عليكم الله يبارك فيك دابا المشاهدين حنا وصلنا لكاع البلاصه اللي حطوا فيها الشمس تاع الشقوق البالكه منها واش تبارك الله ما تنزرع من هي دابا حطوا حتى الدرات يحطوا هي تيقول لها البلاصه تيقولوا لها الكاع راه تبن في الكيتة ولا بها البال ديال التبن شوف اش كيبنيو دابا غادي يجي العابي غيخويها حنا دابا وصلناها ايوا المشاهدين شكرا على المتابعه ديالكم انتم معانا مازال باقي غنقلب الدره مازال ان شاء الله الدره نحصدوها باقي غنقلبوها انتم معانا وشكرا لكم المشاهدين بزاف بزاف وما تنساوش لايكات لايك المشاهدين والضغط على المربع الاحمر السلام عليكم هذه كاع تغبرنا